متابعي موقع في الجول، اهلا بيكم. يمكن خلاص ايام قليله بتفصلنا على انتخابات نادي الزمالك، يمكن خلاص الانتخابات مقرر ليها يوم 20 اكتوبر. هي الحدث الاهم في الرياضه المصريه في الوقت الحالي، هي انتخاب مجلس اداره لاداره شؤون نادي الزمالك، يمكن بعد فتره من استقاله المجلس السابق. يمكن خلال موقع في الجول بنحاول نقدم لكم برامج كل الساده المرشحين ورؤيتهم لاداره شؤون نادي الزمالك. يمكن ضيفنا النهارده هو مش مجرد مرشح لرئاسه نادي الزمالك او حتى ضمن يعني الناس المرشحه للتواجد داخل نادي الزمالك، هو اسطوره من اساطير نادي الزمالك، واحد من ابرز النجوم اللي لعبوا في تاريخ نادي الزمالك، وكان ليه دور كبير فتره السبعينات والثمانينات في صناعه وزياده شعبيه نادي الزمالك. يمكن حتى بعد الاعتزال لم ينقطع العمل داخل نادي الزمالك في الجزء الفني بشكل كبير، كمدرب عام ثم مدير فني ثم التواجد في اكثر من مناسبه في اداره شؤون كره القدم داخل نادي الزمالك. لكن المره دي ضيفنا النهارده هو قرر انه يترشح في رئاسه نادي الزمالك مباشره. ضيفنا النهارده هو كابتننا الكبير اهم نجوم نادي الزمالك طوال تاريخه، كابتن فاروق جعفر. اهلا وسهلا بك يا ابو حميد. يمكن يا كابتن فكره ترشح رئاسه نادي الزمالك لاول مره ومباشره على منصب رئيس نادي الزمالك، جات لك منين الفكره؟ يعني انا الفكره من فتره طويله جدا، يمكن من التسعينات وكنت بلعب، وبعدين بطلت واشتغلت في التسعينات كمدير فني للنادي، وكنت مدرب عام في الاول وبعدين مدير فني. الفتره اللي كان فيها انتخاب رئيس لنادي الزمالك كان الكابتن حماده امام، طبعا هو الاستاذ والمعلم وكل حاجه. الكابتن حماده كان داخل في الانتخابات ضد او منافس للدكتور كمال درويش وكابتن حماده منجحش، ودي كانت صعقه كبيره لكل الرياضيين في النادي بما فيهم في كل الالعاب. ومن التاريخ ده ما فيش حد عن الكوره او مسؤول كوره او لعيب كوره او نجح، هو انت حسيت النادي بيتاخد من لعيبه الكوره، النادي اصلا ده نادي كوره اصلا، يعني مع احترامي كل الالعاب، كل الالعاب فوق دماغنا ونحترمها ونقدرها، لعيبه ومدربين وجماهير وكل هؤلاء امور وكل حاجه، ولكن شعبيه نادي الزمالك هي الكوره. يعني نادي الزمالك يعني لو بتقول الاهلي فبتقول الزمالك، الاثنين شعبيتهم وجماهيريتهم وحب الناس وانتماء الناس ليهم. ففي الفتره الاخيره انا حسيت ان ما كانش في استقرار بشكل كويس، فانا فكرت ان انا اكون موجود. ما ينفعش ان انا اولا اخش عضو، ما ينفعش ان انا اخش امين صندوق مش تخصصي، ما ينفعش ان انا اكون نائب رئيس نادي. تاريخي وسني وثقافتي وعلمي وكل حاجة تسمح لي أن أنا أكون رئيس للنادي. أنا عارف النادي كيف يدار نادي الزمالك، والعناصر الأساسية تبقى موجودة نادي الزمالك اللي ممكن تساعده. ففكرت بشكل كويس وتركيز ودراسة أن أنا أخش في الانتخابات بتاعت نادي الزمالك كرئيس للنادي. ويمكن قعدت أكتر من قاعدة مع ناس برضك زمايلنا في القائمة التانية، وقعدنا نتكلم في رئيس النادي القادم، وما كانش في اتفاق، يعني اتفاق يعني يحسم مين الرئيس النادي القادم. يعني حضرتك بتقول ان انت كنت ممكن تبقى موجود في القائمه الاخرى، هل حصل كلام ان تبقى موجود في قائمه اخرى ولكن في منصب اخر، ولكن ولا انت كنت حابب انك تبقى موجود كرئيس نادي الزمالك؟ لازم رئيس نادي الزمالك. لا ما حصلش توافق. لازم اكون رئيس نادي الزمالك، ما ينفعش يعني ما ينفعش لا اسمي ولا تاريخي ولا كل حاجة توهني ان انا اكون رئيس نادي الزمالك. حاجة تانية ان انا حسيت في الفترة اللي ما فيهاش لعيب كورة بعد كابتن نور الداليه كان اخر رئيس كورة لنادي الزمالك، فانا يعني تحمست بشكل كبير. وبعدين رحت واخد الصورة التانية الاخرى، النادي الاهلي، النادي الاهلي يدار ازاي، واحنا لازم اللي يبقى فيه يعني الافكار بتبقى قريبه من بعض، ان دولت القيمه الكبيره الاهلي والزمالك هم للكره المصريه. فانا رحت شفت النادي الاهلي كابتن عبد الصالح الوحش، ثم كابتن صالح سليم، ثم بعد صالح سليم يمكن كابتن حسن حمدي، جت في حته فراغ بين حسن حمدي ومحمود الخطيب، مع محمود بيطار، بعد كده محمود الخطيب، فهم والنادي الاهلي في الفترة الأخيرة مع الخطيب مع حسن حمدي مع صالح سليم عملوا أحسن نتائج وأحسن، يعني النادي الأهلي عمل طفرة كبيرة جدا في الكرة في كل حاجة
فانا بابا زي يعني احنا مش لعيبه نادي الزمالك ما يقلوش على لعيبه النادي الاهلي، واحنا لينا طموح زي ما لعيبه النادي الاهلي كلمته، وفي سيستم ماشيين بيه الكره هي رقم واحد. فمهما كان رئيس النادي حتى لو هو مثلا شخصيه جباره، كان ماليه او شخصيه سياسيه او لا، لكن الكوره هي رقم واحد، والجماهير دايما بتقتنع بكلام لاعب الكوره. فانا ما فكرت ان انا اكون رئيس لنادي الزمالك، ان انا عارف كل يعني كيف يدار نادي الزمالك، ودي اهم حاجه ان انت تبقى عارف النادي يدار ازاي. يمكن حضرتك كان ليك تصريحات سابقه قلت انه من اسباب سقوط كابتن حمد امام في انتخابات سنه 97 عدم مسانده قطاع الكوره. شايف يعني حاول نشرح برضو بما ان الناس مش فاهمه ليه قلت الكلام ده، وهل مش خايف ان السيناريو ده يحصل مع حضرتك برضو؟ حضرتك نجم كوره بس في نفس الوقت ممكن تشوف، هل شايف ان في مسانده كامله من قطاع كره القدم ولا في بعض الاصوات الاخرى؟ حابين نعرف منك الاول سبب سقوط كابتن حمد امام من وجهه نظرك، بالاضافه مش خايف من السيناريو ده يتكرر مره اخرى؟ لا مش خايف، لا اي حد هيخاف من شيء مش هيعمله، هو مش هيبقى عنده الجراءه ان هو يتفاعل مع شيء. لكن انا شايف كابتن حماده يعني لعيبه الكوره ما سندوش بشكل كبير. هل حضرتك كنت بتسنده بشكل كامل؟ طبعا طبعا في الانتخابات. طبعا 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 كابتن حماده ده يعني هو القيمه الحقيقيه لانتمائي، وكان ساكن معايا في المنيره وعلمني كل حاجه في الكوره، في مروحي في مجيه، ويشجعني كل حاجه كان مع كابتن حماده. كابتن حماده انت كنت بتقعد في المدرجات، احنا كنا اولاد صغيرين ورا الجول بنمسك الكوره بس، كنت بتسمع 20,000 و30,000 و50,000 بص شوف حماده بيعمل ايه، دي كفايه. وجيت في النهايه بعد كل ده والملايين وحماده امام جه في الانتخابات في النادي سقط. يعني في حاجه سبب السقوط من وجهه نظرك؟ يعني لعيبه الكوره ما وقفوش معاه. نمره واحد. نمره واحد. هل انواع الغيره؟ نعم. هل انواع من انواع الغيره؟ لا. ولا كان ولا كله فضل انه يشوف مصلحته؟ يعني كابتن حماده في مكان بيلعب، كان حماده في حته ثانيه، يعني حماده يعني بنقول 11 لعيب لكن فيهم لعيب في حته ثانيه، هو حماده امام هو الهداف، هو اللي عنده الشعبيه، هو المؤدب، هو المحترم، هو اللي بيعرف يتعامل مع الناس، يعني عنده كل مقاومات ان اي واحد يجي رئيس نادي يبقى زي حماده امام. برضه في نفس الوقت احنا بنتكلم برضه بننقل صوت الجمال، يمكن في البعض شايف انه كابتن فاروق جعفر حتى الان ما اعلنش عن قائمته الانتخابيه. هعلنها ولكن احنا في برضك انا في شخصيات محترمه معايا جدا، بس انا ما اتعاملتش معاهم، يعني لازم اخش جواهم شويه اتعامل. انا مش انا هل أنا شايف ان القائمه بتاعتي اختبار او عشان يتوافقوا مع وجهه نظرك؟ افكارنا افكار قريبه من بعض، مش عايزين نتكلم بلغه الفلوس، عايزين نتكلم بلغه العمل، بلغه ان احنا الانضمام. انا عايز اقول حاجه مهمه، هو صالح سليم يعني الله يرحمه طبعا الاستاذ الكبير، يعني لما دخل انتخابات النادي الاهلي عمل دعايه، لا ما عملش صوره، بيقول انا صالح سليم، وعشان كده قعد 3 دورات لغايه ما توفى هو رئيس النادي. فيعني اللي جوه النادي وولاد النادي دولت اللي عنده انتماء للنادي، انا ما عنديش مصالح مع النادي، يعني انا الحمد لله معيش عايز اي حاجه من النادي غير النادي يقف على رجله. نادي الزمالك احس ان هو رجع الكيان الكبير القوي اللي بياخد بطولات، اللي ما فيهوش مشاكل، اللي فيه استقرار، ان عنده لو عنده هزه ماليه نقدر نعوضها، نقدر نشتغل عليها. عنده مثل عنده طموحات في بطولات معينه لازم نشتغل عليها، مش في الكوره، في كل الالعاب نشتغل عليهم. وعلى فكره انت ما هي نسبه وتناسب بين لعيبه الكوره والالعاب الاخرى الجمعيه الاخرى، هو الفلوس لكن والشعبيه، لكن برضك في ناس بتحب الكوره، تحب الهاند بول مع الكوره، تحب الباسكت بول، بتحب الفولي بول، كل دول بيحبوهم مع الكوره، لكن هي الشعبيه بتبقى للكوره. انا بحاول بقدر الامكان افكاري، يعني انا مش بياع كلام، يعني انا طول عمري حتى في ادارتي في الكوره في كل حاجه انا مش بياع كلام، اقول حاجه هعملها، حاجه مش هعملها اقول مش هعملها. فانا نفسي نادي الزمالك الفتره الجايه احس ان نادي الزمالك هو قوي، فانا قلت كلمه جميله جدا، قلت الزمالك استطيع، الزمالك ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله في وجودنا او غير وجودنا، لو في وجودنا احنا هنقاتل عشان نادي الزمالك يقف على رجله تاني، لو في غير وجودنا نتمنى للزمالك ان هو يقف على رجله، ولكن الزمالك يقف على رجله ومحدش خيره على النادي، النادي خيره على كل الناس، محدش يقول انا عملت عشان النادي، دفعت عشان النادي، عمل لا،
طب حضرتك تقول ممكن هتخدم نادي الزمالك سواء وفق في الانتخابات او لم توفق. في حاله عدم انك لم توفق في الانتخابات، شايف ازاي تقدر تخدم نادي الزمالك؟ يعني اخدم نادي الزمالك، بيستشيروني في اي حاجه اكيد هبقى بتكلم معاهم، يعني بتكلم معاهم في استشاره. ما انا كنت قعدت السنتين اللي او السنه اللي احنا خدنا فيها الدوري والكاس، انا كنت مستشار فني للجنه اللي كان فيها كابتن حسين. يمكن حضرتك اشتغلت برضو مع كابتن حسين لبيب ودلوقتي منافس، طب شايف المنافسه ازاي رقم واحد؟ انا ما اشتغلتش مع كابتن حسين يعني لبيب، انا هو جه عليا، كنت انا كان الوزير كان عيني مستشار للكوره، وانا لو كان عندي طموح كنت كان النادي فاضي، ما كناش لاقيين حد في الظروف دي حتى بقى يحطوا اسامي، وكان كل ما بيحطوا اسامي انا منعا لان حد يقول كلمه وبتاع، ما كنتش برضه اقعد بستاذن، ولكن الوزير طلبني رحت له وقعدت معاه وقال لي دلوقتي انا عايزك تبقى المسؤول عن الكوره، ملف الكوره ده بتاعك وكده. فقعدنا واتفقنا فاشتغلت مع اللجنه الاولى، كانت احمد بيبكر الله يرحمه، وبعدين جه بعد كده اللي هو عماد، وبعدين جت اللجنه بتاعه الكابتن حسين لبيب، كنت موجود معاه فيها، بشتغل بعيد عن المجلس ولكن بشتغل في ملف كوره، يعني كل ما يخص الكوره كان عندي. ولكن كان بيحصل اكيد طبعا توافق، او كان بيحصل انه بيحصل بعض زي ما بيقولوا الجلسات من اجل مصلحه فريق طبعًا الكوره. طبعا شايف الفتره دي ازاي؟ وشايف هل العلاقه استمرت مع كابتن حسين لبيب؟ شايف في الاخر المنافسه ما بينكم في شكل زي ما شايفينه حتى الان هو منظر حضاري في انتخابات نادي الزمالك؟ هو الانتخابات في النادي، انا شايف الانتخابات في النادي احنا كلنا اولاد النادي، لكن لازم كلنا ننزل للنادي، يعني دماغنا نطاطي شويه للنادي، النادي ده عملنا، النادي خيره علينا، ما فيش حاجه اسمها انا من الزمالك، انا من منيره، انا من السيده، انا من جردة سيتي، ما ينفعش في الكوره الكلام ده يتقال. تمام. حضرتك كنت قلت قبل كده في احد تصريحاتك التلفزيونيه ان كابتن هاني العتال معاك في قائمتك، وبعد كده نفيت انه موجود معاك في قائمتك. انا ما نفيتش، هو في نقطه دي يعني فيها لغط كبير، حابين نفهم هل باشمهندس هاني العتال موجود معاك في القائمه، مش موجود معاك في القائمه؟ هل حتى لو مش بشكل رسمي في تواصل ما بينكم؟ هو انا نفهم الموضوع بشكل اخر. هو انا كان بقالي فتره ما شفتش هاني العتال، كنت من فتره قابلت هاني كان في 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 مطعم وسلمت عليه، وهو كان ظروفه مع المجلس اللي فات ما كانش كان في خلاف وكان في شويه مشاكل، ولكن انا اول ما قلت هخش الانتخابات كلمت الحاج مجدي والده، وانا علاقه صداقه بيه كويسه جدا وراجل محترم، كلمت معاه وقلت له يعني يا ريت هاني هو نائب، قلت له كنائب يكون موجود معنا في القائمه، فالراجل قال لي ان شاء الله، واحنا علاقتنا ببعض كويسه جدا لغايه دلوقتي، علاقتنا فوق ممتازه، فبناء عليه انا قلت ان مجدي هيكون موجود معنا ان شاء الله في الفتره الجايه. فمجدي رد وقال هاني اسف هاني رد وقال ان انا مستقل وهخش الانتخابات مستقل. هو طبعا دي حاجه يعني ما تزعلنيش ولا هي حاجه، طالما هو شايف ان دي في مصلحته، المهم ان النادي في الاخر يستفيد من الحاج مجدي المحترم وكمان من هاني العتال المحترم. طيب حضرتك شايف في تاريخ حضرتك موجود طول تاريخ نادي الزمالك وحضرت انتخابات كتير جدا، عاده انتخابات مجلس اداره الزمالك ما بتفرش قائمه كامله باستثناء الانتخابات السابقه في 2022، دايما بيبقى زي ما بيقولوا انتخابات زي ما بيقولوا ناس من هنا وقايمه هنا على ناس مستقلين. حضرتك شايف انك تقدر تشتغل مع كل الاشخاص، ولا شايف انه فكره وجود قايمه دي زي ما بيقولوا من وجهه نظر حضرتك بتبقى ناجحه، ولا بشكل عام حضرتك تقدر تشتغل مع اي فرد؟ يعني هو مصلحه النادي لازم هتشتغل مع اي حد لمصلحه النادي، حتى لو خلاص الظروف حكمت كده، يعني انت مش هتقدر تغير لا الظروف ولا الاختيارات ولا وجهه نظر الجمعيه العموميه، ولكن انا بتكلم باختصار ان نادي الزمالك مصلحته فوق كل واحد، يعني مهما كنت انا ليا علاقاتي بزمايلي او في زمايلي قدروا ينجحوا وزمايل ما قدروش، من قائمه ثانيه غير قائمه بتاع الكابتن حسين، قائمه ثالثه لو في قائمه ثالثه او المستقلين هيخشوا، احنا كلنا مجرد ما تخلص الانتخابات احنا كلنا بيبقى عندنا هدف هو النادي. ما فيش بقى الماضي ده صفحه وتتقفل ما حدش يتكلم فيها، ونبص للنادي هنعمل ايه للنادي، مستقبلنا مع النادي ايه، ومستقبل النادي معانا ايه، وده الحاجات اللي نفكر فيها، لكن الغضب والزعل والقمص والحاجات دي والواحد يشيل لا ما ينفعش. تمام. يمكن دايما في نادي الزمالك بيبقى في حاجه اسمها الشائعات الانتخابيه،
يمكن ابرز الشائعات الانتخابيه انه كابتن فاروق جعفر مترشح نيابه عن مجلس مرتضى منصور او بيحظى بدعم كامل من مجلس مستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق. هل شايف الكلام ده صح او خطا؟ شايفه عادي حتى انه يبقى ليك دعم من احد المرشحين او الرؤساء السابقين؟ اولا يعني انا مش عايز يعني انا يمكن اول قرار مرتضى منصور خده اول ما جه ان انا امشي. يعني ازاي يعني الدعم هيجي ازاي؟ يعني وانا اول قرار ان فاروق جعفر خارج الملف ملف الكوره وامير السلم ملف الكوره، ده اول قرار خده. يعني ازاي؟ طب انت قول لي لو انت مكاني هتقول لي هترد تقول لي؟ انا احنا بنحاول نوصل لحضرتك انك توضح الصوره، لانه ده اللي بيتقال، ده الشائعات اللي بتتقال داخل نادي الزمالك. فحضرتك وجود حضرتك معانا النهارده فرصه ان حضرتك توضح الكلام. لا لا يعني الاشاعات انا شايف الاشاعات مش في محلها، وانا يعني انا كل اللي يهمني مصلحه النادي، انا كل اللي يهمني النادي يقف على رجله. انا مش هقعد اخش في حرب تاني، يعني مش عايز انا اخش في حرب، انا عايز اشوف مصلحه النادي. يعني مش عايز اقول انا مع ده ولا ضد ده ولا ما ولا ده بيدعمني. مفيش حد بيدعم في الانتخابات، ما حدش بيدعم حد، كل واحد اراده الجمعيه العموميه اللي بتجيب. يعني مفيش حد يقدر يقول لك ده هيسندك وهو، طب ما كل واحد هيسندك ويجي ساعه الورقه ولا ساعه الصندوق او ساعه الاستماره اللي بيعلم عليه ما يحطش اسمه. فالكلام ده مش مظبوط خالص خالص خالص. حضرتك بتقول انك بتشكل في الوقت الحالي قائمتك الانتخابيه، هل هتكون قائمه بالكامل يمكن في بعض، ولا هتشايف انه هتسيب بعض لازم المقاعد لاراده اعضاء الجمعيه العموميه؟ طبعا طبعا لازم لازم، ما فيش حاجه اسمها انا اخش بقائمه. واحنا اكبر دليل القائمه اللي فاتت، انت عشان تكتشف ان واحد في وجهه نظره او ارائه او افكاره في الترابيزه في المجلس الاداره. انت دلوقتي انت شايف واحد حاضر يا كابتن عينيا ماشي وقاعدين، اه هروح كذا هعمل كذا انا معايا كذا انا افكاري كذا، وونس ان انت تخلص الانتخابات تقعد على ترابيزه الاجتماعات هتلاقي الاراء تختلف. يبقى هنا الاختلاط لازم نفضل بقدر الامكان نقرب المسافات من بعض ونبقى كلنا متفقين على هدف واحد. مش عايزين نقول ده من قائمه ده ولا ده من قائمه ده، احنا مجرد ما وصلنا للاجتماع مجلس اداره او كمجلس اعضاء مجلس اداره فكر في النادي، والنادي رقم واحد اللي احنا نفكر ازاي نقوم بالنادي. وده فكري، يعني ما عنديش اي غضاضة او اي افكار تبعدني ان النادي ده لازم يرجع زي ما كان. النادي ده قيمة كبيرة، احنا اتمنى ان يكون كل اللي موجودين داخل نادي الزمالك او داخل مجلس ادارة يكونوا من اولاد النادي. بكلمك بصراحة، سيبك من الكلام اللي بيتقال ده كله، لازم اولاد النادي اللي هم عارفين النادي محتاج ايه. النادي مش الناس تقول فلوس فلوس فلوس، لا، النادي محتاج الدماغ. الدماغ هي اللي بتجيب الفلوس، تفكر وتعمل مشروع وتعمل افكارك ووجهه نظرك والفتره الجايه هتعمل ايه، ولو عندك منشات هتعملها ازاي، ولو عندك حاجات في تقصير في حاجات هنا ازاي هتحلها. هو ده اللي تقعد تفكر فيه. لكن انا مش هقعد افكر احنا مجموعه ونخش مجلس اداره ونقول ايه رايك نعمل ده، طب عدد التصويت هنا من عدد التصويت هنا، لا ده يبقى فشل. لكن كلنا هيبقى هدفنا ازاي نرتقي بمستوى نادي الزمالك اللي موجود هنا في طوبة وجامعة الدول العربية والمحور بتاع 26 يوليو، والنادي الآخر اللي هو 6 أكتوبر هتعمل فيه إيه، ومرسى مطروح هتعمل فيها إيه، والنادي النهري هتعمل فيه إيه. يعني أنت عندك حاجات، عندك مشروعات تانية لازم هتشتغل عليها، ولازم النادي هنا النادي 108 ألف عضو في مساحة 28 فدان ولا 26 فدان، مستحيل إن الناس هتبقى مستريحة هنا. لازم تفكر، لكن قبل ما اروح هناك لازم احل هنا المشاكل كلها، ابتدي اطور هنا، لان هناك هياخد وقت اطول، هياخد له 3 4 سنين عشان تقف على رجلك في النادي. ممكن في خلال سنتين سنه ونص تقدر تعمل الحاجات السريعه اللي هي او الدور الملاعب المفتوحه، حمامات السباحه، ملاعب الكوره، اللاند بول، الحاجات دي تقدر تعملها. لو عندك مشروع يقدر يساندك ماديا، انت هتبتدي تعمل مشروعات، تبدا بمشروعات، ان كنت هتعمل مول، ان كنت هتعمل مستشفى، ان كنت هتعمل جيم، يعني هتعمل حاجات للشخصيات من بره على اساس هتدعمك ماديا. انت مش هتقدر تشتغل فينا بكم من الفلوس في نفس التوقيت تشتغل هناك وانت محتاج فلوس. فانت الاول خلص هنا مع المسانده الناحيه الثانيه. تمام. حضرتك شايف زي ما انت بتقول انه في الوقت الحالي هي الاولويه لحل الامور او المشاكل داخل فرع نادي الزمالك في مهندسين 100 عقبه، وبعد كده التوجه لفرع 6 اكتوبر.
ايه الضامن اللي انت شايفه انك في ظل ان الزمالك بيمر بازمه ماليه خانقه انك هتقدر تشتغل وتقدر توصل انك تحل المشاكل داخل نادي الزمالك في الفرع الحالي ثم التفكير في الفرع المستقبلي؟ طب انا عايز اقول نقطه مهمه جدا. انا بتكلم النهارده على نادي الزمالك وان هو عنده مشاكل ماديه. المشاكل الماديه اللي تثبت لك ان نادي الزمالك عنده مشاكل. هل في بيقولوا نادي الزمالك عليه دين مليار و400 مليون، هل انا معايا ورق عشان اقول الكلام ده ان في مليار و400 مليون جنيه على النادي؟ طب المليار و400 مليون جنيه عندي مين يعني لمين؟ هل للضرايب؟ هل للكهرباء؟ هل للميه؟ هل للعيبه؟ هل للالعاب الثانيه؟ هل للتطوير؟ ما انت ما احنا عايزين يعني نعرف يعني دايما اللي اتكلم الورقه والقلم هم لغه الحوار، يعني ما حدش يعني انت بتتكلم معايا انت قاعد بتبص في الورقه، يعني الورقه والقلم انت حضرت فلازم تبقى عارف انت بتقول ايه وانا بعرف كمان برد عليك، فهو ده الحوار. لكن انا هقعد اقول اشيء او اعمل ما نعرفش الفلوس ايه. فعلا امبارح احنا كنا في مكان محترم جدا في نقابه المحامين وقعدنا اتكلمنا معاهم، قالوا قلت لهم طب حد يقول لنا ورقه فعلا نبقى عارفين ان في مليار و400 مليون ولا هو كلام. فالاول نتاكد ان ده كلام. كان معايا خالد لطيف هو اللي بيبقى عارف الوضع ايه، فما فيش اي حاجه تثبت ده يا احمد. تاني حاجه انت جاي تشتغل، انت مش جاي هتقعد انا عليا ديون، عايز اعرف الديون قد ايه عشان اسدد الديون، انا محتاج فلوس قد ايه، محتاج وقت قد ايه عشان اجمع الفلوس، افكر بشكل يمكن اوسع من كده. لكن انا شايف المليار و400 لو الضرائب ليها فلوس، الضرائب هتساعدنا بشكل كبير، ودي الدوله وعايزه النادي يقوم، فدي هيبقى بشكل كويس. اللعيبه كمان اللي هم اولاد النادي اللي بيحبوا النادي هيقدروا يستحملونا شويه لغايه ما نقسط لهم الدفعات دي. هنروح على تطوير النادي، عندنا مشاكل في النادي كبيره لازم يحصل فيها تطوير، يعني حمامات السباحه عايزه تطوير، الملاعب الخماسي الترتان اللي النادي مليان النادي ده عايز يتطور بشكل كويس، الكراسي الناس بتقعد عليها عايزه تتطور بشكل كويس، عايز تحس ان انت الجناين كلها والكيك زيرير بتاعت الولاد الصغيرين دولت عايزه تتطور بشكل كويس، فانت لازم تبقى عندك الافكار اللي موجوده اللي تقدر تشتغل بيها. حضرتك قلت ان اتكلمت مع كابتن خالد لطيف، هل شايف ان ممكن كابتن خالد لطيف يكون ضمن قائمتك المنتظر اعلانها، خصوصا الانتخابات قربت وناقص حوالي 14 يوم، حضرتك شايف ان ممكن امتى تعلن بشكل نهائي عن قائمتك؟ يعني هل ممكن في يومين ثلاثه هعلن عن قائمه، لكن القائمه مش هتبقى مقفوله. حضرتك شايف ممكن تكون بشكل نسبه كام في الميه استقريت على عليهم، وهل في اسامي خلاص استقريت بشكل نهائي ممكن حضرتك تقدر تعلن عنهم من خلال موقعنا؟ هو طبعا ما اقدرش اعلن على اسامي معينه، ان انا لو انا قلت الاسامي معينه وقفلت وقلت القائمه الناس لا، انا هسيب فرصه للقائمه اللي احنا مختارينهم معانا. مثلا بقول مثلا في الرئاسه طبعا امانه الصندوق النائب دولت ما بتقدرش تحط غير بالعدد هم ثلاثه، لكن تقدر في السته ممكن تحط سبعه ثمانيه يبقوا موجودين، في تحت السن ممكن تحط اربعه خمسه تحت السن، يبقى الناس عندها اختيار. لكن انا ما اقدرش اقفل على قائمه واقول دي هي دي قائمه اللي هتمشي، لا ده كلام انا في اعتقادي مش مناسب، وانت كده تبقى انت بتحرم ناس ان انت بتديها فرصه ممكن يكون ده عندها كفاءه قدره افضل من الموجودين، والناس اللي بره اللي بتدي صوتها تعلم هذا، فانا لازم اديهم الحريه. يمكن حضرتك قلت قبل كده في احد الحوارات التلفزيونيه انك موافق على تقسيط غرامه الكهرباء احسن ما يعتزل الزمالك ما ياخدش فلوس. وجهه نظر حضرتك، انا شايف ان التصريح لسه وجهه نظرك زي ما هي، والبعض شايف ان نجم الكره دايما حضرتك نجم الكره السابق بيبقى عنده تعاطف مع لعيب كره القدم. مش تعاطف خالص. يعني تعاطف هتعاطف عليه اكتر من النادي اللي انا اتربيت فيه والنادي اللي عملني وعمل اسمي وتاريخي؟ لا. انا بقول الواقع، انا بتاع كوره، فانا زي مثلا الدكتور بيفهم اكتر مني، المهندس بيفهم اكتر مني، بتاع اللغه العربيه بيفهم اكتر مني، كلهم في تخصصه. فانا في تخصصي لعيب الكوره، انت ما بتشتري لعيب كوره ما بتدفع، هات لي لعيب كوره في العالم ثمنه مليار جنيه، النادي اللي بيشتريه بيدفع المليار ولا بيدفعه على دفعات؟ على دفعات. طب خلاص، انا خليني مبدا، هي انا مش عايز ان ناخد الموضوع ان احنا تكابر، وان احنا نقول انا مش هينفع غير ما اخد الفلوس كلها. طب وبعدين؟ طب افرض كهربا ده لا قدر الله اصيب، لا قدر الله، افرض كهربا ده راح احترف بره مشي وساب لك الدوري العام المصري، افرض كهربا ده قال لك انا هعتزل، 100 مليون جنيه دولت بتوع كهربا،
في عند كهرباء لنادي الزمالك. ال 100 مليون جنيه جه كهرباء قال لك انا ممكن اعمل مشروع. يا عم سيبك بقى من الكوره خلاص، افضل لي سنتين ثلاثه واخلص ويوم رايح اعمل مشروع. ولو حطيت كهرباء دلوقتي خيرته، ما اعرفش انا مش عايز ده، عشان ما خيرته بين مشروع وبين ان هو يسيب ال 120 مليون. ان النادي الاهلي بره الموضوع، يعني ما عندوش هو سند غير نفسه، فهو فكر هو اللي هيحدد. لكن انا قلت وجهه نظري من غير عافيه ومن غير مشاكل ومن غير اي حاجه. انت لما بتيجي تشتري عربيه او عليك فلوس، مش بتيجي تروح تاخد قرض او بتشتري حاجه الراجل يقول لك الميزه اللي فيها ان هي بالتقسيط. يعني اي حاجه بتيجي، حجم المبيعات في العالم لما كل حاجه على دفعات، يعني بالقسط، مش كده ولا صح؟ يمكن يعني في حاله ان قدر ليك الفوز بالانتخابات، هل هتحاول انك ترجع سيف فاروق جعفر لنادي الزمالك مره ثانيه، خصوصا انه من ابناء نادي الزمالك؟ لو النادي محتاجه هجيبه. لو النادي محتاجه يعني برضه في الحالي من وجهه نظرك شايف النادي الزمالك محتاج سيف، ولا ممكن يبقى بعيد شويه عن حساباتك؟ ولو فكرت من نجوم السابقين اللي مشوا من نادي الزمالك او اللعيبه اللي كانت في اخر سنه، اي لعيب مشي من نادي الزمالك في خلاف في فرص جات له ماديه اكتر، انا الحمد لله يعني عندي القدره ان ارجع لعيبه، وانا اعرف اتكلم مع اللعيبه واللعيبه بتحترمني وبتقدرني كويس جدا، وانا بعرف اتكلم اللغه اللي بترضي اللعيبه. واللعيبه على فكره لما بتيجي تتكلم معاه بتتكلم معاه بلغه ان ده لعيب، وهو بيبص لك ان انت ابوه واخوك كبير، ويعني فبيتعامل معاك من منطلق ده. اللفظ اللي بيخرج من بقك ليه بتتحاسب عليه، ممكن تقول له لفظ يضايقه، لفظ يسيبك ويمشي، لفظ يرفض ان هو يقعد معاك. لكن اما انت تبقى عارف التجارب دي ولغه الحوار بتاعت يعني لعيبه الكوره دول او الرياضيين ليهم لغه بيتكلموا بيها مع بعض. فانا طبعا اكيد اذا بفكر في سيف هفكر في كل الاولاد، لكن هتبقى يعني انا طبعا انا زعلان طبعا ان سيف مشي، ولكن سيف مشي يعني انا مش عارف ايه الاسباب ان هو وصل لمرحله كده. لكن اي لعيب كوره عايز يجي النادي، وطبعا هيبقى من افكار يعني ان شاء الله تبقى موجوده ان سيف يرجع لبيته والمكان وتربى فيه. سيف ده وعنده 4-5 سنين وهو في النادي، وما تنساش ان يعني الفتره اللي كان موجود فيها سيف كان بيأدي كويس وبيطلع رجل مباراه وبتاع. فازاي تحافظ على اللعيب؟ وده الفكر اللي انا بتكلم فيه. ولكن كل اللعيبه فوق دماغنا وفوق راسنا، وكل اللعيبه نحترمها ونديها وضعها، وكل اللعيبه لازم تتماسك في الفتره اللي جايه، ان كل واحد هيمر بالظروف اللي انا مريت بيها، لعيب ثم مدرب ثم انا كنت مدير فني اتحاد الكوره، كنت مدرب لمنتخب مصر، كل الحاجات ومحاضر في اتحاد افريقيا، كل الكلام ده كويس جدا. لكن انت هتيجي تمر بظروف ان انت شفت النادي تهزز، عايز ترجع النادي بتاعك، كيانك اللي انت تربيت فيه، اللي هو خيره عليك، اللي هو جاب لك عربيه ولبسك احسن حاجه وخلاك جوزت احسن جوازه، نادي. فالواحد لازم يفكر كده. يمكن من اهم الامور داخل نادي الزمالك وابرز المشاكل اللي جماهير نادي الزمالك مستنياها حل ازمه القيد. هل شايف انه فكره قدر ليك تولي مسؤوليه رئيس نادي الزمالك هي الاولويه في الوقت الحالي، هي حل ازمه القيد، ولا تدعيم الفريق بمعنى تجديد لعقود اللاعبين ويتم مثلا تاجيل ازمه القيد او حل ازمه القيد للصيف؟ طيب انت عشان تتكلم على ازمه القيد لازم هتروح تقعد مع الاتحاد الدولي وما عندك محامين، وهترجع للكلام اللي انا قلته على كهرباء. انا عليا 5 مليون 3 مليون 2 مليون نص مليون، انا هدفع الفلوس دي على دفعات 4-5 دفعات. الاتحاد الدولي هيرفض؟ هو بيبقى الاتفاق مع النادي الاخر. كويس، الاتحاد الدولي هو حلقه الوصل بينك وبين النادي الثاني. احنا عندنا سيبنا فلوس تتراكم علينا بالفوائد بقت عليها. لو كنت من بدري بالاتفاق الودي بينك وبين الطرف الاول كان خلصت من غير الاتحاد الدولي، لكن لو دخلت الاتحاد الدولي دخلت شريك معاك ثالث، ويبقى لجنه التظلمات تحكم، اكيد هتوافق على التقسيط اكيد. انت في النهايه هتاخد فلوسك، يعني في النهايه انت هتاخد فلوسك. لكن هنقعد نقول يعني مش عايز اتكلم. انت حابب انك تسيب الجزء الخاص ده يعني بعد التولي المنصب تقدر وقتها تشوف طبعًا ايه الافضل؟ يعني اللغه بتاعت الكوره ليها عارف ليها طريقه بتتقال، ودرجه من الاحترام المتبادل بين الاطراف اللي هي بتتنازع عشان يحصل الحدث ده، ان انت تقدر
توصل لحل ودي وحل فيه شيء من الاحترام والثقة ان انت تقدر تدي الناس فلوسها. يمكن في الفترة اللي فاتت العلاقة ما بين نادي الزمالك والنادي الاهلي توترت بشكل او باخر. حضرتك شايف سبل اللي هتعمله ايه عشان خاطر ترجع علاقة طيبة بين الناديين؟ بص، النادي الاهلي والزمالك دولت عمرهم ما هيختلفوا مع بعض. هي بتبقى اوقات الدنيا بتشتعل شوية، ولكن لما تلاقي في حكمة في الكلام، في ثقة في الكلام، بتتعامل مع ناس عارفينك وعارفين قيمتك، وان انت راجل خدمت البلد، وما اي نادي فينا زمالك او اهلي بيلعب مع خارج مصر او بيلعب باسم مصر كلنا بنبقى في ظهره. وده دي الحاجات، الرصيد اللي بيبقى عندك تتعامل مع الأندية. انا حتة التعصب وحتة نقعد نرد على بعض ونقعد نتكلم على السوشيال ميديا بطريقة مش ظريفة. احنا لازم نتفق كمجالس إدارة، مجالس إدارة لازم تتفق مع بعض، ده ما ينفعش. لكن ما نتخانقش ونرد على بعض، ما ينفعش. حتى لو الدنيا مثلا مولعة شوية وسخنة شوية، هنا بيتدخل على طول رئيس اتحاد الكورة، وزير الشباب والرياضة، يقعد يعمل اجتماع ان الناس مش محتاجة، ظروف البلد محتاجة، احنا لازم نبقى ان الاستقرار ده لازم موجود، الهدوء، عدم التعصب، اللغة والحوار اللي موجود على السوشيال ميديا ما ينفعش. احنا نقلنا من مشاهدة الى كلام ورغي، فاحنا عايزين نحترم بعض. الاهلي والزمالك ناديين كبار، مجلس ادارة النادي مجلس محترم، مجلس ادارة الزمالك مجلس محترم، نحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ عشان الجماهير كمان هي كمان تحافظ على ده. طول ما هتشوف الاهلي والزمالك الاثنين محافظين بيحترموا بعض، اكيد هتلاقي الجماهير نفس التبادل، نفس الرؤية، نفس الفكر ان احنا نحترم بعض. يمكن مستر اوسوريو في الوقت الحالي هو بيتولى مسؤوليه نادي الزمالك، باعتبار حضرتك نجم سابق وتوليت يعني اداره شؤون كره القدم داخل نادي الزمالك، شايف مستر اوسوريو في حال مصيره ايه في حال نجاح حضرتك؟ انت مرتبط بالنتائج، يعني انت يعني الظروف اللي احنا موجودين فيها لا تبحث عن الاداء، ان ما فيش اداره فنيه موجوده معاه، ما فيش لجنه فنيه موجوده، ما فيش مجلس اداره، فانت تبحث عن النتائج هي اللي هتوقفك على رجلك واللي هتخليه هو يستمر. لو النتائج مش موفقه او النتائج ما طبعا هتبقى في مشكله. تمام. يمكن اخر سؤال قبل ما نخلص، نوجه رساله لاعضاء الجمعيه العموميه، اذا قدر ليك النجاح وحصل زي ما حصل في 2005 اما شرم مرتضى نجح لكن المجلس بقيته ما كانش الاغلبيه معاه، هل حضرتك شايف انك تقدر تشتغل مع اي طرف؟ وهل شايف انه لو كابتن فاروق قدر ليه النجاح بمفرده ومحدش من القائمه بتاعته نجح ونجح من افراد القائمه؟ بص، هي عباره عن خليك ملفات، يعني بتكلم في الملف المالي، الملف الرياضي، الملف القانوني، يعني ملفات كتير قوي، والتطوير والهندسه والحاجات دي في الناس جوه المجلس، كل واحد ياخد الملف بتاعه ويشتغل بيه وتهيئ له الجو العام اللي يقدر ينجح فيه وتسنده بشكل كويس، ويبقى فيه مباركه من مجلس الاداره ان هو بتدي له الدوافع والاحساس ان هو هيكمل المشوار وهينجح في تكمله المشوار. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه ان انت كنت بتسالني عليها، يعني هل النادي بقى في الفتره اللي جايه هتقدر تشتغل مع اي حد؟ احنا كلنا لازم نبقى داخلين المجلس او داخلين المكتب او داخلين الاجتماع، احنا ما عندناش اي هدف غير نادي الزمالك. نادي الزمالك احنا جايين من اجل نادي الزمالك، فعشان كده لازم كلنا نتعامل ونقفل الصفحه اللي فاتت دي كلها ونقعد نفكر يعني الفتره الجايه نادي الزمالك هيمشي ازاي، الافكار في جوه نادي الزمالك هتمشي ازاي، كلنا نتعاون مع بعض عشان نادي الزمالك. واحنا جايين مالناش هدف غير نادي الزمالك، احنا مش جايين عشان نبقى وزراء ولا نبقى، لا، احنا اصلا محبين لعيبه ومحبين ومشجعين وعندنا يعني ولاء لنادي الزمالك، فاحنا نحاول نخلي نادي الزمالك يبقى احسن نادي، يقف على رجله ويرجع تاني. كل الحاجات دي هتتحسب لمجلس الاداره، يعني انت واخد النادي في ظروف صعبه جدا، فعايز ينتعش نادي الزمالك ويقف مره تانيه، فمجلس الاداره ده دور لي، وكل ما هو قبل الانتخابات يتقفل. اخيرا رساله لجماهير نادي الزمالك والاعضاء الجمعيه العموميه. يعني جماهير نادي الزمالك هي طبعا هي السلاح الاول لنادي الزمالك، هو يعني انت ما تقول انا متحصن، تحصين نادي الزمالك هو جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت حتى في المباراه الاخيره جماهير محترمه، جماهير بتشجع الفرقه بشكل محترم جدا، 30,000 متفرج، وانت ما عندكش مجلس اداره ولا عندك لجنه فنيه، وفريق الكوره والاداره الفنيه بتاعته
منفصلين عن كل حاجة. فتحية لجماهير نادي الزمالك، وعايز أقول عايزين المزيد في الفترات اللي جاية تبقوا متواجدين. سيبوكم من مجلس الإدارة، أنتوا زملكاوية بمجلس الإدارة، من غير مجلس الإدارة أنتوا عندكم ولاء لنادي الزمالك وأنتوا بتحبوا نادي الزمالك، وإن شاء الله مجلس الإدارة هتبقوا أنتوا في ظهره كمان، وهو أي حاجة النادي هيحتاجها فأنتوا الجماهير بتوعه السند الحقيقي. هتكلم مع الجمعية العمومية، أنا واحد من ولاد النادي من الجمعية العمومية، أنا عندي العضوية من سنة 78، أنا رقم عضويتي 178، يعني عضوتي قديمة هو 278 كده، هو كده يعني 78 دي عضوتي في النادي. عملت عضوتي مكانة العضوية ب 185 جنيه، فعملت العضوية وكانت فرصة إن أنا أعمل العضوية. وأنا عايز أقول يعني الجمعية العمومية دي كل الناس اللي فيها فوق دماغنا وفوق راسنا، احنا اولاد النادي وهم كمان محبين النادي، وكلنا النادي بيجمعنا وكلنا بنقعد نتكلم وكل واحد بيقول وجهة نظره. الجمعية العمومية اللي هي شايفة لصالح نادي الزمالك، سيبك ان انا معايا فلوس، انا معيش فلوس، انا غني، انا فقير، ده حاجة بتاعت ربنا يعني. فاحنا نتمنى في الفترة اللي جاية الجمعية العمومية تبقى تاخد القرار اللي هي شايفاه مناسب لنادي الزمالك تاخده، ما حدش هيغضب، ما حدش هيزعل. وبقول له جماعة عمومية، اي حد هيبقى محتاج اي شيء فاحنا في خدمته، واحنا نوقف جنبه ونتسنده، لو عنده اي مشكلة ان شاء الله نحلها. يمكن في نهاية حوارنا بنشكر كابتننا الكبير اسطورة نادي الزمالك كابتن فاروق جعفر، ربنا يخليك، مرشح رئيس نادي الزمالك. شكرا، شكرا حبيبي، ربنا يخليك.